أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وتغطية جديدة عبر النيل مباشر نستعرض خلالها أبرز الملفات على الساحة. ملفاتنا اليوم هي انطلاق الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي في مدينة الغردقة. أما في الملف الثاني والأخير معنا اليوم في النيل المباشر فهو وزير الخارجية الأمريكي يمتنع عن تأييد قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. أهلا بكم، ونبدأ الملف الأول حيث انطلق الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي في مدينة الغردقة بحضور وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة ومشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات. تستهدف الاجتماعات التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، وأكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي خلال الاجتماع أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5. وللتعليق حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشأن العربي. أستاذ أشرف أهلا بك. فقدنا الاتصال بالأستاذ أشرف أبو الهول، سنحاول معاودة الاتصال به مرة ثانية وحتى ينضم إلينا ويتصل بنا مرة أخرى الأستاذ أشرف أبو الهول. مشاهدينا الكرام، يذكر أنه منذ أيام كان قد اختار أو تم اختيار سلطة جديدة سواء رئيس جديد للحكومة الليبية، وستعرض هذه الحكومة خلال أيام على مجلس أو البرلمان الليبي. انضم إلينا مرة أخرى مشاهدينا الكرام الأستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي بالأهرام المتخصص في الشأن العربي. أستاذ أشرف أهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا بك. أولا ماذا يعني أولا استقبال أو استضافة مصر لهذا الاجتماع الثالث فيما يخص المسار الدستوري على صعيد الأزمة الليبية ككل؟ يعني أولا انعقاد هذا الاجتماع للمسار الدستوري في موعده بعد أيام قليلة من الانتخابات التي تمت في جنيف. لو ترفع الصوت يعني بعض الشيء أستاذ أشرف، يعني انعقاد هذا الاجتماع للمسار الدستوري في الغردقة بعد أيام قليلة من الانتخابات التي تمت في جنيف لمجموعة الحوار الوطني الفلسطيني، عفوا الليبي، التي اختارت يعني أعضاء مجلس الدولة ورئيس الوزراء. يعني أن العملية السلمية في ليبيا تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه كل القوى اعترفت بنتائج هذه الانتخابات التي أتت برئيس وزراء ورئيس لمجلس الدولة ونائبين من الأقاليم الليبية المختلفة، الأقاليم الثلاثة. والآن جاء دور استكمال المسار الدستوري، استكمال التشريعات التي ستحكم الحياة السياسية في ليبيا خلال فترة ما بعد الانتخابات التي ستعقد في نهاية العام. المسار الدستوري في اللقاءات السابقة يعني تم الاتفاق على تحسين قراراته وعلى تحديد الأماكن القانونية أو المراكز القانونية للشخصيات التي يعني ستخرج نتيجة هذا المسار، ستخرج للمشاركة في العملية التشريعية عندما تجرى الانتخابات. والمسار الدستوري كما نعلم سيكتمل خلال فترة قليلة، وبعد ذلك يعرض على أطراف ليبية مختلفة من الأقاليم المختلفة حتى يتم التوافق عليه بشكل كبير قبل دفعه إلى الاستفتاء، وبالتالي فالأمور تسير بشكل جيد جدا. مصر ترعى هذا المسار، الأمم المتحدة ترعى هذا المسار، البرلمان الليبي أيضا، ورغم أن رئيسه السيد عقيلة صالح
يعني لم يوفق في الانتخابات التي جرت إلا أنه اعترف بنتائجها وما زال يواصل عمله على رأس البرلمان الليبي. نعم. حتى طيب. نعم عذرا للمقاطعة أستاذ أشرف، ولكن هل تتوقع في هذا الاجتماع الثالث الذي يعقد في الغردقة من 9 فبراير وحتى 11 فبراير الجالي، هل تتوقع أن تنعكس كل هذه الأجواء من اختيار رئيس جديد لمجلس الدولة في ليبيا، أيضا تسمية رئيس حكومة ليبي، هل تتوقع أن ينعكس هذا على الحوار فيما يخص الوصول إلى قاعدة دستورية تكون الأساس لإجراء الانتخابات في نهاية هذا العام؟ بالتأكيد يعني أتوقع يعني أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على المسار السياسي بشكل عام وأيضا على المسار العسكري، لأنه على المسار العسكري يعني التوتر تراجع كثيرا. هناك لقاءات متواصلة بين أعضاء لجنة زائد خمسة، خمسة زائد خمسة تحت إشراف الأمم المتحدة. هؤلاء يعني أيدوا ما يأتي أو يؤيدوا ما يأتي في المسار الدستوري والمسار السياسي، واعترفوا بنتائج الانتخابات التي تمت. هناك إجراءات تتم على الأرض لتأمين الطريق بين غرب ليبيا وشرق ليبيا وإزالة الألغام وإعداد العدة لإخراج الفصائل أو المرتزقة من ليبيا، وبالتالي فأعتقد أنه الأجواء مهيئة لنجاح المسار الدستوري ونجاح العملية الانتخابية بتوافق الليبيين جميعا، وذلك بمشاركة يعني معظم الدول الفاعلة في الملف الليبي وبرعاية دولية ملحوظة. تمام. طيب أستاذ أشرف، هل تتوقع أن يستمر المسار الدستوري، أو هل هذا من الممكن أن يحصل بأن المسار الدستوري فيما يخص الوصول إلى قاعدة دستورية في ليبيا تؤسس لانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية بعد ذلك، ربما خلال هذا المسار ربما تتدخل أطراف من داخل ليبيا أو من خارج ليبيا لإعاقة هذا المسار، ومن ثم يحدث كما يحدث وحدث فيما يخص اللجنة الدستورية السورية التي ما زالت تواجه بعراقيل وفشل بعد الفشل؟ أعتقد أن الأوضاع في ليبيا تختلف عن سوريا كثيرا. يعني سوريا بها تعددية إثنية وتعددية دينية كبيرة، وبها أطراف كثيرة تدخلت، وبها أطراف على الحدود السورية كانت يعني تحاول تدمير سوريا يعني لاقتطاع أجزاء من أراضيها. وأنا هنا أتكلم عن الدور التركي في سوريا، حيث كان الأطراف يأملون في يعني اغتصاب حلب بالكامل وضمها لأراضيهم تحقيقا لأحلامهم السابقة. لكن بالنسبة لليبيا، دول الجوار مصر، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، تشاد، الكل يريد تهدئة هذا الملف. ليبيا أيضا لأنها دولة غنية بالبترول، القوى الكبرى في العالم توافقت بعد فترة على تهدئة هذا الملف كثيرا حتى لا يصبح منطقة صراع. تغيير الإدارة الأمريكية أيضا يسهم في تهدئة الملف الليبي كثيرا، لأنه كما نعلم يعني إدارة ترامب كانت قد أعطت الضوء الأخضر ولو بشكل غير معلن للتدخل التركي. تركيا منشغلة الآن في ملفات كثيرة، وبالتالي إمكانية نجاح المسار السياسي الدستوري في ليبيا عالية جدا. هناك أيضا شيء آخر هو قناعة الأطراف الليبية المختلفة بضرورة الحل وفورا وبدون أي تعطيل. تمام، شكرا لك أستاذ أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشأن العربي، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا أيضا مشاهدين عبر الهاتف الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بك. أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين والمشاهدين. دكتور محمد، هل تعتقد أنه فيما يخص المسار الدستوري لليبيا سيقطع مسافات ويستطيع أن يحقق نجاحات كما حققت
أو كما حقق الحوار السياسي الذي رعته وكان برعاية أممية في بقيادة ستيفاني ويليامز، هل تعتقد أن المسار الدستوري سينجح ويحقق ما هو مأمول منه؟ يعني بيأتي هذا الانعقاد للثالث للمسار الدستوري في توقيت مهم للغاية. يعني كما تعلم حضرتك تم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وبالتالي نحن نتحدث عن مسار سياسي مؤسسي يتوازى معه مسار دستوري، خاصة وأن هناك إدراك من القاهرة بأن ضرورة أن تستضيف جلسات لمحادثات سياسية ما بين أطراف ليبية بهدف إيجاد قاعدة دستورية وقانونية، لأن الانتخابات المقرر لها أن تنعقد في ديسمبر المقبل لابد من أن يكون هناك تنسيق ما قبل إجراء تلك الانتخابات. هناك العديد من القضايا التي ترتبط بكيف يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على هذا الدستور من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة ذلك الدستور. هناك أيضا حوار حول بعض القضايا العالقة، يعني كيف يتم ما هو النظام الانتخابي الذي سوف تجرى على أساس الانتخابات. أغلب المشاركين هناك جدل حوالين مدى اعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام 50+1 على سبيل المثال، كيف يمكن تحصين المراكز القانونية التي سوف تنتج عن هذا الاستفتاء، إزاي كيف يتم التعامل مع النظر في الطعون، الأوضاع الخاصة بالإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر 2019. ما أريد أن أقوله أن هناك جهود مضنية تبذلها القاهرة، واللي عايز أقوله بتتزامن هذه الجهود الخاصة بالمسار الدستوري الليبي مع حوارات ما بين الفصائل الفلسطينية، ما بين دعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب لتعزيز مركزية القضية الفلسطينية. القاهرة ترى أن هناك دور ملقى على عاتقها، ولكن لابد أن يلقى على الأطراف أصحاب القضية ذاتها، سواء القضية الفلسطينية أو الأزمة الليبية، بغرض تجاوز تلك المرحلة. تمام. طيب دكتور محمد، عذرا للمقاطعة، هل تتوقع أن يكون المجتمع الدولي حازما هذه المرة، خصوصا في ظل وجود رئيس أمريكي جديد، مع أي طرف سواء إقليمي أو داخلي في داخل ليبيا ربما يعرقل المسار الدستوري الليبي، ومن ثم قد تدفع هذه العرقلة إلى تأجيل الانتخابات المزمعة في ديسمبر القادم إلى ما بعد ذلك؟ والله أنا أتمنى يكون هناك إدراك من القوة الدولية ككل، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، روسيا، يعني المعنيين بمسار الأزمة الليبية، لأن كما أشرت حضرتك ربما هناك جهود بتبذلها دول إقليمية مثل مصر بدرجة رئيسية، لأنها معنية باستقرار ليبيا ليس أكثر وليس أقل. غرضنا استقرار تلك الدولة التي لم تعد دولة وإنما أصبحت نمط أقرب إلى السيادة المتعددة من جانب جماعات محسوبة على الجيش النظامي وقوة محسوبة على ميليشيات مسلحة. لكن أعتقد أن الإعاقة هذه المرة سوف تكون من الجانب التركي. تمام. وإذا كان المجتمع الدولي راغبا في تحقيق ذلك فلابد أن يتعامل مع عدد من النقاط بشكل سريع. مدى قدرة تركيا على إحلال وتجديد المرتزقة الموالين ليها، معضلتها ورغبتها في بناء جيش موازي من الميليشيات في الغرب الليبي يضم مجموعة من الميليشيات في مواجهة الجيش الوطني. هناك أيضا قدرتها على شرعنة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق، خاصة الاتفاقيتان البحرية والأمنية التي وقعت في العام قبل الماضي، بالإضافة إلى محاولة أنقرة إلى الدفع بإطالة أمد المرحلة الانتقالية. فإذا كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة راغبين فعلا أن تشهد ليبيا تجاوزا للمرحلة التي شهدت قدر من العنف وعدم الاستقرار وترسيخ الفوضى، فلابد أن تستمع لأصوات القاهرة وأن تتصدى للمفخخات التي تتبناها أنقرة. تمام. شكرا لك دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
كنت معنا عبر الهاتف. ننتقل مشاهدينا إلى الملف الثاني والأخير معنا اليوم في النيل مباشر. فقد امتنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان. أما على صعيد آخر فقد أكد بلينكين التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وفريقه قد أكدوا أنهم سيعيدون العلاقات مع الفلسطينيين بعدما قطعها الرئيس السابق دونالد ترامب، وسيستأنفون المساعدات ويرفضون الإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين امتنع عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس السابق ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل. بلينكين اعتبر أن السيطرة على الجولان تمثل أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، رافضا تأكيد قانونية هذا الوضع. كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد منح اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019 في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين. واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 67 وضمتها عام 81 في خطوة غير معترف بها دولية. وفي سياق متصل أكد بلينكين التزام إدارة الرئيس جو بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل في تراجع آخر عن السياسات الأمريكية السابقة. كان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه سيعيد العلاقات مع فلسطين بعدما قطعها سلفه ترامب، وسيستأنف المساعدات لوكالة الأونروا بالإضافة إلى تأكيد رفضه لإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد. يعني كيف تقرأ امتناع وزير الخارجية الأمريكي في هذه الإدارة الجديدة عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، ورغم ذلك أشار إلى أهمية هذه المنطقة بالنسبة لأمن إسرائيل؟ نعم، يعني في الواقع على خلاف القرارات التي اتخذها الرئيس الجديد دكتور أحمد بايدن. لو ترفع صوتك أولا حتى نعم. أستطيع أن أستمع إليك بوضوح. نعم، على خلاف القرارات التي اتخذها الرئيس بايدن والتي شكلت يعني إلغاء صريح ومباشر وواضح لقرارات ترامب فيما يتعلق بقضايا داخلية وقضايا خارجية، إلا أن هذه القضية تحديدا قضية عملية السلام وسواء الموقف في الأراضي الفلسطينية أو موقف من الجولان، اتسم موقف الرئيس بايدن ربما بما يسمى التعايش مع قرارات ترامب وعدم الانقلاب عليها، ولكن ربما تطويرها، بمعنى أنه أن وزير الخارجية بلينكين قال أنه امتنع على عدم التأييد، لكنه في ذات الوقت لم يكن صراحة أنه سوف يتراجع أو سوف يعيد أو يلغي قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، بما يعني أن كما قال التأكيد على أمن إسرائيل وأن تترك الأمور معلقة في محاولة يعني مسك العصا من المنتصف، وهو ربما موقف يعني حتى الآن موقف ملتبس وغير واضح. نفس الأمر في القضية الفلسطينية، هو أيضا لن يلغي قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أو الاعتراف بالقدس لسلسلة إسرائيل القدس كموحدة، ولكنه قال أنه سيطور العلاقات مع السلطة الفلسطينية مع حل الدولتين، وبالتالي هنا هذا الموقف حقيقة هو يمثل ربما نوع من الضبابية غير الواضح حتى الآن فيما يتعلق بموقف واضح من الرئيس بايدن تجاه هذه الملفات. يعني الجولان هي أرض محتلة طبقا لقرار مجلس الأمن وطبقا الشرعية الدولية احتلت إسرائيل في عام 67. وهذا يدفعني دكتور أحمد إلى ما قاله أنتوني بلينكين لشبكة CNN الأمريكية. قال من الناحية العملية أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، وقال الأسئلة القانونية شيء آخر، وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا فهذا شيء
نبحثه. إذن يعني عندما يقول إن الأسئلة القانونية هي شيء آخر، هل يعني هذا ربما يكون أمر كاشف لما ربما ستنتهجه الإدارة الأمريكية حيال القضية الفلسطينية من مجمل ما توصل إليه الفلسطينيون والإسرائيليون في السابق بشأن اتفاقيات للسلام وعمليات للتنسيق وأيضا جولات للسلام فيما هو قادم وهو متوقع؟ نعم، يعني هذا الموقف أولا هو بيؤكد أن إدارة بايدن هي يعني تتعامل مع ما يسمى سياسة الأمر الواقع، هي لم تنقلب على سياسة ترامب، ولكن في نفس الوقت لا تقدم رؤية واضحة وبديلة، يعني المزج ما بين فكرة الاعتراف ب أو يعني ضمنا بقوة في سيطرة على الأراضي الجولان وعلى الأراضي الفلسطينية وتجاهل ربما الأبعاد القانونية المتمثلة في الشرعية الدولية الواضحة، القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي، ولازم تؤكد كلها على عدم شرعية فرض الأمر الواقع سواء من جانب الاحتلال أو من جانب قوة أخرى تدعم وتفرض الأمر الواقع كما قامت إدارة ترامب في السابق. وبالتالي هذا الموقف بيعني أن فرص التوصل إلى بالنسبة للقضية الفلسطينية إلى حلول واضحة لتشجيع الطرفين على أو قامة حل الدولتين ربما حتى الآن يبدو ضعيفا. دكتور أحمد، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سنحاول معاودة الاتصال به مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، يعني حتى نذكركم بما قاله أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في حديثه لشبكة CNN الأمريكية، قال إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران فهي تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لإسرائيل. هذا ما قاله بايدن، وكان أو هذا عفوا ما قاله أنتوني بلينكن. كان هناك مستشارون لبايدن قالوا إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وأكد أيضا بلينكن في حواره لشبكة CNN الأمريكية أكد التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس بعد أن اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل في تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب. أيضا بايدن وفريقه قالوا إنهم سيعيدون أو سيقومون بإعادة العلاقات مع الفلسطينيين بعدما قطعها الرئيس السابق ترامب، وسيستأنفون أيضا المساعدات إلى الفلسطينيين، وقالوا إنهم يرفضون الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. خبراء في الشرق الأوسط كانوا قد أبدوا دهشتهم سواء في الشرق الأوسط أو في إسرائيل من استمرار عدم اتصال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن، وكان من المتعارف عليه بأن الرئيس الأمريكي في أيامه الأولى يتصل برئيس وزراء إسرائيل ويبحث معه عددا من الملفات والقضايا المشتركة بين الجانبين ويقومون بالتنسيق بحيال هذه الملفات. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ أحمد العناني الباحث في الشأن الدولي. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا بك يا فندم. أستاذ أحمد، أولا هل عدم أو امتناع الإدارة الأمريكية الحالية عن تأييد قرار ترامب بالاعتراف بالجولان ضمن إسرائيل أو مضافة إلى إسرائيل، هل هذا يشكل عبئا في أي مفاوضات مستقبلية أو عملية سلام مستقبلية سواء تتواجد فيها الولايات المتحدة أو ترعاها؟ يعني بكل تأكيد أعتقد أن هناك يعني اختلاف تام ما بين الإدارة الأمريكية السابقة برئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الرئيس الأمريكي الحقيقة الحالي فيما يخص بعض القضايا في المنطقة، ربما القضية الفلسطينية. هناك عدة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة فيما يخص إسرائيلية القدس، الاعتراف بما يخص الاعتراف بإسرائيلية الجولان وضم الجولان في الفترة الأخيرة. ربما يكون هناك بعض نقاط التلاقي وبعض نقاط الخلاف في إدارة بايدن على ما أعتقد ربما تسعى
في واقع الامر اداره بايدن للعمل مره اخرى للجلوس على طاوله المفاوضات والتواصل ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وربما يكون هناك في الفتره القادمه نوع من انواع تحريك المياه الراكده تجاه الحقيقه الجلوس على طاوله مفاوضات. كان في السابق هناك رفض من الجانب الفلسطيني بالقرارات الامريكيه والتعسف الامريكي واعطاء الضوء الاخضر للحقيقه الجانب الاسرائيلي، انما يعني جاءت تصريحات بايدن فيما يخص عمليه الاستقرار فيما يخص السفارة الفلسطينية ربما تعطي بصيص من الامل في الجلوس مره اخرى على طاوله المفاوضات مع الدول الاقليميه. اعتقد ان القاهره تتحرك في هذا المسار بقوه، ايضا الاردن تتحرك في هذا المسار بقوه، ونشهد في الفتره القادمه تجاوب من الاداره الامريكيه تجاه الحقيقه يعني الجلوس على طاوله المفاوضات، ويعني يكون هناك يعني وفود تلتقي ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعايه بعض الدول الاقليميه في المنطقه والاصلها يعني القاهره. تمام. طيب حتى الآن لم يتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وليس هذا من المعتاد، فكان في الأيام الأولى للرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يقوم بالاتصال برئيس وزراء إسرائيل يبحث معه عدد من القضايا سبل الدعم الأمريكي إلى إسرائيل وضمان أمنها. حتى الآن يتساءل مراقبون لماذا لم يجري الرئيس الأمريكي الحالي أي اتصال مع رئيس وزراء إسرائيل حتى الآن؟ في رأيك ما هي الأسباب التي ربما تكون قد أجلت هذا الاتصال حتى الآن، خصوصا أن هناك رفض من إدارة بايدن للإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ أنا أعتقد أن هناك تشبع الحقيقة من الرئيس الأمريكي الحالي بسياسة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما فيما يخص الحقيقة القرارات تجاه الجانب الإسرائيلي، وكان نائب لأوباما ومن ثم يتهج نهج الديمقراطيين فيما يخص القضية الفلسطينية، بمعنى أن هناك قرارات اتخذت من قبل الجمهوريين والجمهوري ممثلة في شخص الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بعض القضايا التي أعطت الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي، ومن ثم ربما يعني يتساءل البعض أن هناك بعض من المستشارين في إدارة بايدن الحالية يميلون وبشكل كبير للجانب الإسرائيلي. أنا على ما أعتقد أن الرجل يريد تقديم يعني وجهه للمنطقة على أساس أنه يريد حل لهذه القضية، وتأتي عدم الاتصال ربما هي رسالة للجانب الإسرائيلي عليكم التراجع عن السياسات حتى يستطيع الجانب الأمريكي إقناع الجانب الفلسطيني في إيجاد حل والعمل على تحريك المياه الراكدة والجلوس على طاولة مفاوضات. إنما إذا استمرت يعني الممارسات الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني ومن ثم التوسع في الاصطدام والعمل في واقع الأمر على الانتهاكات في الداخل الفلسطيني، أعتقد أن يعني هذه رسالة من الرئيس الأمريكي الحالي على الجانب الإسرائيلي أن يتراجع عن سياسة. طيب أستاذ أحمد، قلت أن جو بايدن يريد أن يقدم نفسه بأنه وجه يريد حل لهذه الأزمة الفلسطينية، ولكن ربما يتساءل البعض ويقول كلهم كانوا يريدون إيجاد حل ولكن كلهم فاشلون ويفشلون، هل تتوقع أن يكون جو بايدن استثناء من هذا الفشل؟ يعني لا استطيع الحكم فوق الامر على سياسه جو بايدن تجاه الجانب الاسرائيلي، ولكن يعني سياسه الرجل ربما في بعض القضايا انا اختلف يعني اختلف معه في بعض القضايا في المنطقه، وربما اتفق فيما يخص القضيه الفلسطينيه وانتهاج السياسه مع الجانب الاسرائيلي، يعطينا امل ان ربما تشهد الفتره القادمه ضغوطات من الجانب الامريكي على الجانب الاسرائيلي، خاصه ان الرجل اتخذ قرارات هناك وقف في المساعدات الامريكيه للجانب الفلسطيني تمت اعادتها بالفعل وفي صدد النهارده اعاده هذه المساعدات للجانب الفلسطيني، العمل على العطاق على الامر اعاده القدس كعاصمه ليست لاسرائيل وانما على وضعها السابق، هذا يعني ان الرجل يريد توصيل رساله قويه للجانب الاسرائيلي عليكم بتغيير السياسه حتى ومن ثم يكون هناك جلوس على طاوله مفاوضات وتحريك للمياه الراكده على اساس حل الدولتين، لان الجانب الامريكي يريد انهاء هذه الازمه ويريد ان يحدث شيء لم يحدث من قبل من قبل الزعماء الامريكيون الذين تولوا على الحقيقه القضيه الفلسطينيه. الراي العام العربي والفلسطيني على وجه التحديد اصبح متشبعا بعدم يقينه بانه او بان اي اداره امريكيه لن تستطيع ان تضغط على اسرائيل، لن تستطيع ان تمارس اي ضغط حقيقي يعني يؤثر بشكل استراتيجي وجوهري وكبير على القضية الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والحصول على حقوقه كما قررتها الشرائع الدولية.
يعني اتفق مع حضرتك تماما، يعني هناك عدم ثقه من الحقيقه يعني المنطقه العربيه تجاه السياسات الامريكيه، لان اسرائيل بتعتبر امريكا بتعتبر الجانب الاسرائيلي الشريك الاستراتيجي في المنطقه والحليف الاول في المنطقه، ومن ثم يعني توالت عده قيادات على الولايات المتحدة الأمريكية ولم تستطيع، يعني الجميع يتحدث على جلوس على طاولة مفاوضات والجميع يتحرك على يعني على إطار واحد وهو يعني إعادة تحريك المياه الراكدة. إنما لو رأينا في السابق لن يوجد رئيس ضغط بالفعل على الجانب الإسرائيلي، هناك عدة ضغوطات على الجانب الإسرائيلي وأمريكا تملك هذه الحقيقة اضطررت، إنما هذا يعني ننتظر لرى يعني سياسة، لا أريد الحكم على سياسة بايدن الآن لأنه الرجل يعني في بداية الحكم، أعتقد أنه ربما يكون هناك يعني نوع من أنواع الجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا يعطينا بصيص من الأمل أن يكون هناك لقاءات مباشرة من الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الجانب الإسرائيلي في تنفيذ بعض القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن وبعض القرارات التي تخص قرارات الاستيطان التي تخص في الفترة الغير التوسع في الاستيطان في بعض الحقيقة المناطق في الداخل الفلسطيني. شكرا لك أستاذ أحمد العناني الباحث في الشأن الدولي، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام النيل مباشر اليوم، في الغد ملفات جديدة نفتحها حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.